الخلع وتدفع لك المصاريف اللي انت صرفتها عليها فقط، ده بالاضافه الى انها سابت لك الشقه بجميع ممتلكاتها، يعني سابت لك الجمل بما حمل. لا لا يا بنت، انا سبت الشقه بس سبتها بالعفش، ومعرفش بقى هي اتصرفت في العفش ازاي. يا جلال انا ما رجعتش بورسعيد من ساعه ما اتطلقت منك، والعفش اللي انت بتتكلم عليه ده معرفش هو حتى فين. بس عموما يا سيدي ولا تزعل نفسك، شوف التكلفه كام وانا هدفعها لك. تدفعي له ايه؟ العفش ممتلكات شقه الزوجيه من حقك يا مدام، اللي المفروض تدفعه له مجرد المصاريف اللي صرفها عليكي زائد المهر. شوفي بقى صرف عليكي كام في كام شهر اللي عاشهم معاكي وادفعهم له. قلت ايه يا جلال؟ تحب بقى نقضيها محاكم ويبقى شكلك وحش قدام الناس، وساعتها مش هتاخد مني ولا مليم غير حاجه قد كده صغيره، ولا تحب اديك بقى مبلغ كبير قوي عمرك ما كنت تحلم بيه، يعني تبتدي حياتك من اول وجديد؟ عايزك تفكر كويس وتقول لي. بعد العز اللي انت فيه ده كله عايزاني افكر؟ ده جميل قوي اللي بيحصل ده. وهتدفعي كام؟ بس يكون في علمك مش هدفع ولا مليم غير بعد الطلاق، وكل ده هيحصل على ايد محامي فوزي يعني. وانا موافق بس بشرط، المبلغ اللي هنتفق عليه يا ماما لازم يتكتب في قسيمة الطلاق كدين واجب الدفع عشان اضمن حقي يا ماما. وانا موافقه يا جلال. على خيرة الله، نتفق بقى. هتدفعي كام يا حلوه؟ في الحقيقة هي عرضت عليا عرض، لكن أنا شايف إنه محتاج تفكير. وإيه اللي مش عاجبك فيه؟ قليل. قليل؟ يعني أنت يا خي كنت صرفت عليها قد إيه؟ أنت برضه مش واخد بالك يا حاج. مش واخد بالي من إيه بقى؟ يعني زهرة لما أنا اتجوزتها كانت مش لاقية، وكانت محتاجة اللي يصرف عليها، لكن دلوقتي زي ما أنت راسي الظروف اتغيرت. أيوه. شوف يا جلال، تظهر يا ابني غاوي بهدله وشحطاطه في المحاكم، صدقني بقى انا المحامي بتاعي والاستاذ فوزي كمان قالوا لي انها لو رفعت عليك قضيه خلع يبقى ساعتها بقى تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر لو طلعت لك ب 5000 جنيه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج؟ يعني هو القاضي اللي هيحكم ده ما عندوش تقدير؟ تقدير ليها ولا ليك؟ ما هو ساعتها المحامين بقى هيقولوا لك انت صرفت عليها قد ايه. خلاص خلي القضيه تاخد وقتها بقى، سنتين ثلاثه اربعه، وهي برضو هتفضل مراتي وتحت طوعي. مين قال لك الكلام ده؟ ده انت متهيألك بتحلم. المساله كلها هتاخد لها 3 4 شهور وكل واحد يروح لحاله، ولو هتلابط بقى مش هتخلص من اذيتها. ده ست قادره وعندها رجاله يقدروا يخلوك بدل ما انت اسمك جلال هتبقى جليلة. أنا مش خرونج يا حاج، ومحدش يقدر يضربني على قفايا. اسمع جلال، أنا هزودك على الفلوس اللي هتديها لك 1,000,000 جنيه كمان. حلو؟ يعني أنت هتطلع بالجوازة الأرديحي دي ب2,000,000 جنيه عمرك ما كنت تحلم بيهم. اوعى تقول لي سيبني أفكر، أحسن بعدين والله أرجع في كلامي. فوق الكعب ب2 مللي كده. ايوه قول لي بقى انت عايز مني ايه؟ اقول لك عايز منك ايه يا عم؟ حرام عليك، ده انا دلكت جسمك كله، عايزك تكلمني زهره. يا سلام، تكونش عايز ترجع تتجوزها تاني يا سفريد؟ بلاش جواز. يعني ايه بلاش جواز؟ عايز تصاحبها؟ اصاحبها ايه يا عم؟ انا عايز ارجع تاني اشتغل معاها، يبقى في بيزنس بينا، ولما نرجع نشتغل تاني مع بعض اكيد هي هتحن وتحبني، ويمكن نتجوز تاني محدش عارف. والله هي فكرة كويسة، أنا ممكن أكلمها على نوبة ترجع وتشتغل وتاني بس مع بعض، معرفش بقى هتوافق ولا لأ، إنما العلاقات العاطفية دي أنا ماليش دخل بيها خالص. مالكش دخل بيها يعني إيه؟ ما أنت عارف إن أنا بحب زهرة، حرام عليك، وأمي كمان عارفة وعمتي عارفة. هيا النعمة، لو ما رجعتلي زهرة وخليتها تحبني أبوت نفسي، وأنت بقى تتحمل مسؤوليته قدام ربنا. أشهد أن لا إله إلا الله. يا ابن المجنونة. أهلا أهلا يا حمزاوي بيه، والله العظيم وحشتني قوي.
انت اخبارك ايه؟ لا طبعا اكيد هنتقابل قريب. بتقول مين؟ طب من فضلك يا حمزاوي بيه، انا عايزاك بس توصل له رساله واحده، قول له ان انا مش عايزه اشوف خلقته تاني، ويستحسن كمان ما اسمعش صوته. والله العظيم المره دي وحيات ولادي هاذيه بجد. يا حبيبي انت خاطرك على عيني وراسي، انت ناسي هو عمل فيا ايه؟ لا صدقني ده اخر كلام عندي وعمري ما هغيره. انا مش فاهمه فرج بيعمل كل ده ليه؟ غاوي يرمي فلوسه على الارض؟ يا ستي من اجل الورد يتسال عليه، وبعدين الحاج فرج ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا عشان ينول رضاكي ويفوز بيك. وانت ايه رايك يا فوزي؟ رايي في ايه بالظبط يا ست الكل؟ ما فكرتش انت كمان؟ فكرت في ايه بالظبط؟ انك تتجوزني. ايه اللي فكرت يا زهر؟ ده انا ما فكرتش في حاجه غير كده، ده انا نعكش مشاعري كلها حواليك طول الوقت ونفسي، بس ده انا حتى ما اتجوزتش لحد دلوقتي. وليه ما قلتليش قبل كده يا فوزي؟ هو زهر انت بتنسى يا زهره، مش فاكره لما كلمتك في الموضوع ده قبل كده وقلت لي يا فوزي انا عايزك تبقى زي اخويا خليل بالظبط؟ صدقيني انا كنت في انا متلخبط والله متوتر يا زهره، كنت في منتهى السعاده وانا بعوضك احساس الاخ اللي انت فقداه، وكنت سعيد جدا ان انا زي خليل، بس كويس ان انا ما طلعتش زي خليل بالظبط يعني، والا كان زماني محبوس دلوقتي. خليل وصل للي بيحلم بيه طول عمره، اي نعم دخل السجن بس خد ايه 5 مليون جنيه من الحاج فرج. انا الراجل ده صعبان عليا قوي، صرف فلوس كتير قوي عشان يرجعني ليه. مش كتير عليك يا زهره، انا لو مكانه وعندي كنوز الدنيا دي كلها وفلوسها هعملها عقد كده والبسها لك، انا اشوف ابتسامتك الحلوه ولمت عينيك. بص يا فوزي، هي الفلوس دي مهمه قوي فعلا، والفقر ده حاجه وحشه، لكن الفلوس مش كل حاجه يا فوزي، الحب مهم قوي، وللاسف ما بقاش موجود اليومين دول. مش موجود ليه؟ ما هو قدامك اهو بشحمه وبلحمه.